صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخ امال التونسيه. اليوم لحد صباح بكري توا 7 بتوقيت تونس، نسكن ريقده صغيره ريقدين، قلت يلا نعمل المسمن ولا الملاوي بالفارينه المره هذه باش نعمل، لاني سبق وعملته في قناتي بالسميد وتحت طلبكم بطبيعه الحال باش نعاود نعمله بالفارينه ونوريكم ابسط طريقه حتى بعد في التشكيل معناها او في الطهي نتاعو، حاجه سهله برشا ما مش تستحقوا معناها الحاجه كبيره معناها المسمن ولا الملاوي. بنينا برشا الحقيقه، وخاصه الصباح مع فطور الصباح وهكا ياسر بنينا، ومن بعد انتم تنجموا زاده تستعملوا معناها تاكلوها مالحه ولا حلوه، اما انا اليوم مش نعملها معناها لانهم مش يفطروا بها فطور الصباح. هوني خذيت البول هذا نتاع الفارينه اللي باش نكايل بيه، باش ناخذوا 3 كيلات كيف ما هكا فارينه، باش ناخذوا مغرفه صغيره ملح، دونك باش نحطوا الكيله الاولى، باش نحطوا هوني الملح وناخذوا باش نعملوا زيده الكيله سامحوني الكيله الثانيه، علاش باش نتحقوا كيما قلت لكم بالخميره هذه الكيله الثانيه، وهذه باش نضيفوا زيده نتاعنا هوني موجودة معناها حاضرة، باش نخليوها احنا ترتاح شوية، باش ناخذو معناها البلا نتاعنا ونقلبوه هكا ونخليوها هكا تخمر شوية، ومن بعد نرجع لكم حتى مدة سويعة وإلا حتى نصيف ساعة باهين، وبعد نرجع لكم. كيما تشوفوا توا دونك العجينة نتاعنا خذيت وقتها، باش ناخذ هوني شويه زيت بطبيعة الحال، هنا تشوفوا توا باش نشكلوا كعبيرات صغيرات.
ناخذ هذه فقط نحلوها شويه. الملوي ولا الملابي نتاعنا لليوم كمناهم، حاولنا نعملوا معناها بطريقه مختلفه وبالطريقه العاديه نتاعنا. انا عملت الزوز كيما تراو او نوريكم هوني كيما تراو. زي مازال سخون كيما تراو هوني. ها الملابي نتاعنا لليوم، ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم، والطريقه الجديده عملت بها انا اليوم تكون معناها تنال رضاكم كيف كيف. بقى لي كان باش نقول لكم ميرسي بوكو ليكم الكل على متابعتكم، ربي يفضلكم الناس الكل، وميرسي بوكو. ملتقانا ان شاء الله في وصفات جديده.